اها زولة فرضنا زولة بالنهار ما تطلع ما بالليل ما تطلع من البيت خالص. بالليل ولا بالنهار؟ لا بالنهار، بالليل. بالنهار يجوز تطلع لمثل الولاد مشى المدرسة، ممكن تجيب الخضار من الدكان، تجيب الرغيف، ما ممنوع بالنهار. لكن ما تمشي محل العريس وما كان الطهورات ولا أفراح. أي ممكن تمتعزي وتجي راجعة تمتعزي. زولة موظفة بعدك الناس الشركة قال لي ما مديك إلا شهر واحد، ويطلب 4 شهور 10 يوم. تمت الشهر بعد كده تمشي لشغلة بالنهار. بس تقول له ما تدري شغل بالليل، شغلي بالنهار. تبدأ قبل الشغل باللبس بتاع الحد وتجي ده المطلوب منها. سبحان الله، دي ملاحظة مهمة جدا. كثير من الموظفات الآن بياخذوا 4 شهور كاملة. هل الكلام ده في القانون؟ ما في حتى في القانون. لا طبعا حسب المصلحة، ان احنا بدنا نصل المصلحة ودوها على كيف. لكن ناحية شرعية ان لو زولة شغالة وقالوا ما بنديك اجازة وما عندها وزوجها المرحوم ما ترك لها دخل وعندها وليدات، تمشي لباب الضرورة، تمشي لشغلها بالنهار.